مع الأسف حنا من فترة طويلة في الرياضة وفي غير الرياضة نترك الأمور للصدف. محمد، يعني ليش الفترة الحالية سيئة وليش واقعنا سيء بالرغم من الدعم الكامل لاتحاد الكرة؟ يعني نشوف دعم ما كان مسبوق. شوف سلمك الله، الرياضة وسوء الرياضة انعكاس للسوء العام اللي تعاني منه البلد. أطراف كثيرة مع الأسف ساهمت بالشلالية، وضع الشلل في المناصب المختلفة في البلد، وساهم وضع هؤلاء الأشخاص الرجال غير مناسبين في الأماكن الغير مناسبة لحالة شلل عام في البلد، والرياضة جزء لا يتجزأ من ذلك. وإذا أريد أن أسقط أمر مهم جدا هو عملية تدخل السياسيين في الرياضة. هذا الأمر ساهم بشكل كامل بتدهور الرياضة في الكويت، في يعني الحالة اللي كل اليوم كل الجماهير الرياضية وكل أبناء الشعب الكويتي يرى هذا الخلل من خلال تدخل السياسة في الرياضة ووضع أشخاص غير المناسبين في المكان غير المناسب. أحمد اليوسف اليوم قاعد يؤدي دور من الأدوار، لكن من رسم هذا الدور؟ من قام بهذا الدور؟ من خطط لهذا الدور؟ نتيجة استرالي يعتقد رد كافي. نحتفل قبل سنتين بفوزنا الأول في كأس الخليج في أول مباراة احتفال غير عادي، وكأن حصلنا على بطولة كأس العالم وإحنا فايزين في مباراة واحدة. نخسر بطولة كأس الخليج بالنتائج اللي شافها كل أبناء الشعب الكويتي واللي أجريت بالدوحة، نتيجة إدارة سيئة وعدم قدرة على التعامل مع الوضع العام. فالشأن الرياضي هو جزء من الشأن العام. الخلل اللي اليوم موجود هو انعكاس للخلل اللي قاعد يصير في الكويت كلها. محمد، اتحاد الكرة السابق لم يكن يقولك أفضل من الحالي في النتائج. أنا ما أتحدث عن 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 اتحاد وإدارة اتحاد بقدر ما أتحدث عن إدارة منظومة. المنظومة في الكويت بكل قطاعاتها متهالكة، تحتاج إلى إعادة بناء ووضع رجال على قدر المسؤولية لعودة الكويت لمكانتها الحقيقية. القصد محمد أنها كانت متهالكة أيضا، مو شيء جديد. يعني إحنا على الأقل من 30 سنة لما كنا نصل إلى كأس العالم ونحصل على كأس آسيا وننافس بشكل مباشر على بطولات كأس آسيا ونحصل على كل بطولة لدورة الخليج، نعم كان هناك خلل، ولكن كان هناك رجال مخلصين قادرين على العمل والعطاء، يعني على الأقل من خلال المعنوية. اليوم لم يعد هذا الأمر موجود. نعم هناك رجال مخلصين، ولكن لا يمكنوا من القيام بمهامهم الطبيعية للحصول على النتائج الأفضل.